السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا موضوعنا اليوم سيكون عن كيفية تخصيص البطن وسد الشهية بطريقة طبيعية. نعرف أنه عندما يصاب الإنسان بالسمنة والتي تعرف بتراكم الدهون إلى حد ما يتجاوز مستوى معين، فإن دهون جسمه المتراكمة تتوزع بعدة أشكال، ومن ضمن هذه الأشكال تراكم الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بالكرش، ويسمى هذا النوع من السمنة بالسمنة الوسطية أو شكل التفاحة، وهو الأكثر شيوعا عند النساء والرجال. أقترح عليكم وصفة رائعة جدا للتخلص من هذه الدهون الوسطية المتراكمة في منطقة البطن والتي ينجم عنها العديد من الأمراض كالسكري لا قدر الله. سنستعمل في هذه الخلطة مكون رائع وهو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر رائع جدا، يسهل حركة الأمعاء وينظم حركتها، كما يساعد في حرق العديد من السعرات الحرارية وخاصة في منطقة المعدة، فيمنع تجمع الطعام فيها، الأمر الذي يساعد على التخلص من الكرش مما يؤدي إلى الحصول على جسم رشيق ومثالي. أضف إلى ذلك أنه يقلل من نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يخفض من الدهون المتراكمة في الجسم، حيث أن ارتفاع معدل السكر في الدم يعمل على تخزين الدهون في الجسم، كما أن الشاي الأخضر يحتوي على كميات كبيرة من المعادن الطبيعية والفيتامينات المهمة للجسم. أضف إلى ذلك يجدد خلايا الجسم ويساعد على إزالة تمددات الجسم والتخلص من ترهلات البطن بعد خسارته. أيضا هو رائع جدا، كما أنه تناوله بالنسبة للسيدات يمنحهن بشرة رائعة جدا، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا تعمل على منح البشرة ملمس ناعم ومظهر صحي. إذا لعمل خلطتنا سنحتاج كما قلت لهذا المكون الفعال وهو الشاي الأخضر. سنأخذ منه ملعقة صغيرة فقط من الشاي الأخضر، نضعها في كوب ثم نضيف إليها الماء الساخن، طبعا نتركها منقوعة مع تغطيتها لمدة 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق نقوم بتصفية هذا المحلول أو منقوع الشاي الأخضر. إذا بعد الحصول على هذا المنقوع تقومون بشربه مرتان في اليوم، يعني هذه الكمية سنعمل منها مرتان في اليوم. المرة الأولى ستكون عند الإفطار، بحيث تشرب هذه الكمية نصف ساعة قبل الإفطار، ونفس هذه الكمية تشرب نصف ساعة قبل وجبة العشاء. تداومون على ذلك بشكل يومي لمدة 3 أشهر وستحصلون على نتائج رائعة جدا. هذا الشاي يعمل على حرق الدهون، كما أنه يسد شهيتكم الملحة للطعام ويجعلكم تحسون بالشبع دون الحاجة لتناول الطعام. داوموا عليه حتى تحصلوا على نتيجة رائعة جدا جدا، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، لذلك فهو آمن. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. لا تنسوا لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا، وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك، تابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم وعلى تعليقاتكم الرائعة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.